الكارتين بمعنى واحد. انت اصلا انت فعلا هو شايفك باللي انت فعلا انت فيه، انت الكينج اوف سورتس، انت ملك السيوف، انت الشخص الحكيم اللي بياخد قرار او يبتدي علاقه بيبتدي فيها صح، مش اي كلام، مش اللي هو انا هدخل معاك في علاقه نلعب، لا لا لا، داخل قصدي خير، او بمعنى ادق انا مشاعري حقيقيه، هو شايف ان انت مشاعرك حقيقيه وتستحق الثقه. هي تقريبا علاقه جديده. انت بقى كمان شايفه الكينج اوف بنتكلز، انت شايفه عرض، انت كل تفكيرك في الوقت. على فكره برج الثور برج بيفكر جدا مش بالماديات، بالمستوى العلاقه، يعني بمعنى بقى العلاقه دي هتروح فين بعد كده. هو انت كمان شايفه ان هو شخص حقاني جدا وشخص صادق وعرضه صادق، لو هو اللي عرض عليك الحب فعرضه صادق وشخص جميل جدا، وهو اللي هيحقق لي السعاده اللي انا عايزها، هو اللي هيحقق لي السعاده اللي انا عايزها. طيب هو ايه الخطوه اللي هياخدها لو هو شخص لسه معبرش عن حبه، او شخص عبر عن حبه ولكن مش عارفين هل ممكن عايز يوصل العلاقه دي لمستوى تاني مثلا ولا لا؟ فهو عايز يستقر، هو فعلا مقرر انه خلاص هو فاز بيه، هو ده مشاعره، هو حاسس بانه عارف لما تكون لقيت حاجه كنت بتدور عليها بقالك فتره وقلت خلاص هي دي، مش هدور تاني، هو لقاك ومش هيدور تاني خلاص، ودلوقتي يقدر ان هو يفتخر بانه لقى حد زيك. انت الكينج اوف بانتكنز. ولو هو شخص كان بي 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 بيروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي، فهو هيستقر عليك خلاص وخد القرار والحكمة السليمة. سوري، هو الكارت ده ما كانش هنا اصلا صح؟ بقول في حاجة غلط. فهو مقرر يستقر بقى وياخد العلاقة دي لحاجة جديدة، ومقرر ان هو يبص لقدام بقى ويشوف هيعمل ايه في العلاقة دي وهياخدها لفين بعد كده. لان انت كمان يا برج الثور انت كمان مقرر تكمل السعادة دي، وفرحان جدا بالعلاقة دي، ان انت سعيد جدا بالعلاقة دي جدا، ومشاعرك مكتملة، انت حاسس بان انتوا الاثنين حاسين بنفس الاحساس، احساسكم كلها متناسقة مع بعض. هو شايف ان هو استقر وانت شايف ان انت خلاص انا مش محتاج حاجة تانية، انا كملت اللي انا عايزه وقاعد اهو وبس خلاص كده، شكرا، يقول لك قفلت، قفل يا ابن الكمين وتعالى نروح. فانت يا برج الثور خلاص استقريت ومبسوط من الاخر، مبسوط في العلاقه دي جدا، شايف ان هي دي العلاقه الكامله اللي هتحقق لك السعاده طوال الحياه. يعني هو شايف العلاقه دي ازاي؟ شايفها العلاقه الابديه، انتوا مربوطين مع بعض، شايف ان انتوا الاثنين قدر بعض، انتوا العلاقه بدايه بتتعامل مع برج الجدي او برج هوائي، او ممكن يكون برج ترابي زيك، وممكن يكون برج مائي، او ممكن يكون برج برضو الجوزاء، اوكي، وبرج هوائي برضو ظهر لنا هنا، وترابي تاني، ظهر لنا ترابيين كتير قوي. فشايفك ان انت انت ده مش الشيطان، ولكن في رابطه ما بينكم، في رابطه ما بينكم، عشان برضو ايه، هاخد دول بس احطهم على جنب كده، ناخد ونشوف ذا ديفل برج الثور. اعتقد ان هو كارت مش وحش ولا حاجه، يعني مش اكيد مش قصده شرير، لان انت شايفه السول ميت بتاعك، شايفه ان الحب كله والعصافير حواليكوا والحياه مزعزعه خالص يا برج الثور. ولو انت معجب بحد ودي علاقة اعجاب، فهو كمان معجب بيك. مش بقولك هي دي العلاقة المثالية، وبتتعامل مع حد برج مائي برضو، ان هو ده الشخص اللي انا هقدم له العرض، لو هي اعجاب فالشخص ده معجب بيك وهيجيلك يقولك بقى ان انت اللي انا هرتبط بيه خلاص، وده مربوط بسلاسل،
مش هنسيب بعض ابدا يا عمري. هنفضل مربوطين في بعض كده، وانا هقدم لك عرضي قريب لو هو شخص معجب بيك. انت كمان شايفه حاجه حلوه قوي، انتوا الاثنين مشاعركم واحده على فكره، يعني انت شايفه ان هو السولميت بتاعك والشخص الجميل بتاعك والشخص المثالي واللي شبهك واللي بيديك نفس الحب المتوافق منك. واعتقد ان هي زي ما قلت لكم هي علاقه حب، هتنتقل بعد كده لحاجه تانية، ومشاعركم واحده اهو، هي علاقه في الاول خالص. طب النصيحه ايه؟ النصيحة يا برج الثور ان انت تسير العلاقة بقى. يعني ايه سير العلاقة؟ يعني تمشي بقى مع الطيار. هقول لك ازاي دلوقتي، هنفسرها برضو. اعتقد ان ممكن تكون انت قلقان شوية مثلا، ممكن تكون قلقان شوية منه، او قلقان قوي من مشاعره مثلا، فخايف شوية بتاخد احتياطاتك، او ممكن يكون في الم من الماضي. يا برج الثور انت هتتجوز. الكارت بيقول لك امشي بقى بالعلاقه قدام، عشان انت في الاخر هيبقى في سعاده ما بينكم. ده الشخص المقدر ليك يا برج الثور، ده الصالون بتاعك. انا بقول لك الكور كلها زي بعض اهي. يعني النصيحه بتاعتك يلا بقى شيل بقى الالام الماضي. لو هي علاقه وانتوا متخاصمين ورجعتوا مع بعض، لان بصوا اهي في تواصل، يا اما في تواصل رجع تاني لو علاقه قديمه وكنتوا متخاصمين ورجعتوا تاني، دي مشاعر بتتجدد بقى، اللي هم احنا سايبين بعض بقى لنا فتره. ف لو انت خايف منه ولسه شايل من اللي حصل زمان في العلاقه في الاول، فما تخافش، هو بيحبك قوي قوي وشايفك حاجه كبيره قوي 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 قوي. بس سيبك، بس الكارت بيقول لك شيل بقى الام الماضي دي اركنها على جنب، عشان دي العلاقه بتاعتك الحلوه، في حاجات حلوه جايه لك يا برج الثور. شيل بقى الام الماضي دي، ارميها بقى، ارميها وابدا من جديد. ولو هي علاقه جديده شيل المخاوف، لو انت خايف منه او خايف من اندفاعه شويه، لو هو مندفع او ما هو بيجي لك بعرض كده وحاسس انه مندفع عليك شويه، ما تخافش، هو بيحبك ونيته سليمه يا برج الثور. قراءة جميلة قوي، قراءات الأبراج الترابية جميلة، عجباني أنا شخصيا. طيب نشوف بقى، نجمع دول على بعض كده ونشوف. طبعا دي قراءة لذيذة، لكن في أكيد الجانب الآخر من برج الثور، وهو الجانب مش الأسوأ بقى، اللي هما الناس اللي متخاصمين مع بعض. انا بحب اعمل الورق كده عشان لما اجي افرط الاقي الناس اللي متخاصمه، او بقى لهم سنه ما يعرفوش عن بعض حاجه، او بعدنا عن بعض وبطون متخاصمين. خلينا نشوف مشاعره ايه ونيته اتجاهنا ايه. ده تعبان قوي يعني. يحيطه مخاوف، يعني محبوس جوه الذكريات واللي حصل بينكم والفراق وطريقه الفراق وطريقه البعد، وممكن يكون تعبان وعايز يرجع ومش عارف، ممكن يكون خايف يقدم رجل ويأخر رجل، وعايز ايه؟ عايز يدي العلاقه دي فرصه تانيه، عايز يرجع يا برج الثور، ونفسه انه يقدم عرض تاني، وشايف كنت الشخص المناسب، او اكتشف بعد الفراق وبيلوم نفسه على طول بانه سابقه. ده شخص بيلوم نفسه على طول، يقول انا السبب، انا العلاقه دي باظت بسببي و و و و و والكلام ده كله. بس كده. ورق بيوضح بعضه. هو في مرحلة اللوم دلوقتي، واللي هو شخص قاعد بيحاسب نفسه ونيته. وانا ما بكرهش المستقبل، بس يعني بكره النية، لان هي ممكن تكون محققة وممكن يصحى الصبح يقول لا مش هرجع، بس دي نيته. تبقوا عارفين كده ان نيته سليمة يعني ان شاء الله. بس هو عايز ياخد قرار،
حازم وقرار مفيهوش رجعه بانه يبدا تاني، زي ما بقول لكم عايز يدي فرصه جديده، وبيلوم نفسه قوي على اللي حصل، وان ازاي سبته وضيعته من ايدي، وشخص كان كويس وكان توأم ليا، فانا هدي في العلاقه دي فرصه تانية وهرجع ان شاء الله، يعني نيته انه يرجع. برضو الحمد لله القراءه المره دي حلوه، الابراج الناريه ما كانتش موفقه قوي شويه كده عشان الناريه بقى وكده، والهوائيه برضو شويه. طيب لو عزاب بقى، العزاب بقى ممكن يبقوا سيناريو تالت خالص، وممكن يكون تكمله للقراءه الاولانيه او القراءه الثانيه على حسب. فمين الجاي في طريقكم يا برج العزاب؟ سوري يا عزاب يا برج الثور، هلخبط الكلام خالص. بحب افرط الورق كتير كده عشان نبقى ايه. نختار برضو من النص الجاي في طريقك ومشاعره ايه و ناويلنا على ايه. ان شاء الله ليا خير باذن الله. شفتلكوا ليا خير. اللي جاي في طريقك حد سنجل، وحد يعني سنجل ممكن يكون كان في علاقة قبل كده، لان مشاعره هو قلب مكسور اصلا، يعني هو جاي لك هو سنجل، يبقى معنى كده ان هو حد جديد وخرج من علاقه ممكن، لان قلبه مكسور وموجوع جدا 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 جدا، وعايز يتجوز بقى. ده شخص عايز يستقر وعايز يخرج من الجنتله دي وعايز يستقر. ممكن يكون حد قديم برضو، نشوف. برج الثور ممكن يكون حد قديم وانتوا سبتوا بعض، وهو منتظر اللحظه اللي يرجع فيها تاني مره تانيه. خد لك هنا كده يوضح. ممكن يكون حد قديم فعلا، والعلاقه ما بينكم انتهت بطريقه مش لطيفه خالص، هو اللي خدعك او انت اللي خدعته، حاجه من الاتنين يعني. الاخر كده يعني قطعتوا ببعض، وكان منتظر لما تهدى شوية والأمور تهدى عشان يرجع تاني، ولما الأمور هديت فعلا وهو قدر يقف على رجله تاني ويجي لك. أو ممكن بقى سيناريو تاني خلاص، ده شخص تاني أنت متعرفوش أصلا، أنت لو عازب وهيجي لك سنجل أهو، وهو خارج من علاقة وحشة أوي 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 أوي، خارج منها مهزوم العلاقة اللي هو خارج منها دي، انتظر فترة طويلة جدا في العلاقة اللي هو فاتت، العلاقة اللي هي سايبها دي انتظر فيها فترة طويلة جدا، وللأسف خسر منها كتير، خرج منها مهزوم، وقدم في العلاقة اللي فاتت دي حاجات كتير جدا وما خدش منها غير حاجة واحدة بس، فكان سنجل، استجمع بقى كل قوته عشان قلبه مكسور جدا. الشخص اللي جاي لك في الطريق ده قلبه مكسور جدا، ولكن هو عايز يدي لنفسه فرصة تانية وعايز يبدأ علاقة جديدة، وبالفعل اختارك انت بقى برج الثور، الف مبروك عشان يبدأ معاك البداية الجديدة الحلوة دي، وتجيبه عيل صغير بإذن الله. قراءة حلوة جدا 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 لبرج الثور، انا بحب برج الثور. وبصوا احا عادي العرض واستشفاء، اعتقد ان هو شخص فعلا كان تعبان او حاجة وخف من العلاقة اللي فاتت دي. برج الثور ميرسي جدا وشكرا لمتابعتك، ويا رب تكون القراءة عجبتك، ومتنسونيش الاشتراك واللايك.